كما شهدت منافذ مبادرات بيع اللحوم التابعة لحياة كريمة بميت بدر خميس بمحافظة الدقهلية إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء اللحوم. وافتتحت مؤسسة حياة كريمة عددا من المنافذ المتحركة بالدقهلية لتوفر اللحوم بأسعار مخفضة ومنفذا ثابتا بمدينة المنصورة أمام مسجد النصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لرفع العبء عنهم ومحاربة جشع التجار. بول في تزايد الناس، يمكن قبل احنا اعلنا ان العربيه هتبقى هنا الساعه 1، الناس من قبل 1 وهي مستنياها. فرصه جميله، واحنا بنشكر مؤسسه حياه كريمه على دعمها دايما المستمر لمحدود الدخل. احنا النهارده العربيه موجود فيها لحمه مجمده ب 185 جنيه، والسعر الفراخ برضو الفرخه 85 جنيه، وطبعا المؤسسه واصله لكل بيت وكل مواطن في الجمهوريه، ودي حاجه يعني المبادره موفراها. احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمؤسسه حياه كريمه ولتوفيره اللحمه والفراخ باسعار جدا مخفضه في ايد في متناول الجميع. طبعا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادره بتاعه حياه كريمه ديت، وتاديه الغاء الغلاء بالنسبه للفقراء والمحتاجين. واحنا يعني حياه كريمه حاجه جميله بتساعد المحتاجين، والمؤسسه ديت الحمد لله ان هو اداها يعني